أنا صار لازم أمشي قبل ما حدا يشوفني. فهمتي كل شيء قلتلك إياه؟ أنا لو بيرجع الأمر لإلي ما كنت خليتك تفلتي بعملتك، كنت كبيتك بالحبس. بس يا ويلك يا ويلك إذا بتغيري كلمة من اللي قلتلك إياه، ما بتعرفي شو رح يصير. تأكدي إني رح خبره لابنك القصة من أولها لآخرها. فهمتي؟ وبعدين إذا بتطلعي تطليعة وحدة بليلة أو بتدقري شعرة من شعراتها، صدقيني رح خليكي تندمي إنك ما مت بالحريق.